بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لأبي وأمي وأمهات المسلمين أجمعين. أهلا بيكي بنادي كل الستات أنوار وحماد، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله الفيديو دوت هنعمل 4 حاجات من التجهيزات الحلوة قوي لشهر رمضان، وعموما هي أحلى وأحلى عشان اقتصادية وبتوفر معانا كتير في الميزانية، زي البسطرمة الاقتصادية موفرة جدا جدا وأنضف وأحلى بكتير من بره، ومش بتاخد وقت مش ولا خطوات كتير زي البسطرمة التقليدية. وكمان هنعمل برجر الفراخ وبرجر اللحمة وبيبروني الفراخ، كله مضمون وكله مجرب واتعمل كتير، بس ده الفيديو دوت هنعمله مجمع. اول حاجة معانا هنعمل برجر اللحمة، ومحتاجين كوباية من فول الصويا هنقعها في حوالي 1.5 كوباية من المية لتكاد تكون سخنة لغاية نص ساعة ساعة زي كده، لغاية ما تشربها تماما وفول الصويا يبرد معايا. بعد كده بصفيه كويس جدا جدا، لو انا حاطه ميه قليله هلاقي ان هو ما فيهوش حاجه اصلا عشان يتصفي، يبقى يا دوبك شربها. على غير العاده انا هستخدم كيس من بهارات البرجر، بس هزود له طبعا ايه بيضايه، البيضايه عشان التماسك. انا لسه ما حطيتش اللحمه، انا بحب احط البهار والحاجات ديت على فول الصويا الاول عشان هو يتشبع بالطعم، وبعد كده ابقى اضيف اللحمه. هظبط بقى الطعم بملح وفلفل وحبه من البابريكا، واستغنيت على باقي البهارات التانية بالكيس بهار البرجر اللي احنا جايبينه من بره. طبعا انا عايز اقول لكم بس البرجر البابريكا علشان تدي لون احمر كده ايه شوية، وممكن تحط لون طعام برضو زي ما يعجبك. هاخدهم كده الاول في الكبة وافرمهم حلو لغاية ما فول الصويا ينعم معايا، وبعد كده هبدأ اضيف اللحمة بالتدريج حبة بحبة لغاية ما اكون عجينة كده سهلة التشكيل، واهم حاجة ان هي تكون متجانسة كلها شكل واحد. ده كده البرجر هركنه على جنب، برجر اللحمة. وهنعمل برجر الفراخ بأسهل طريقة، ده نص كل كيلو من الصدور معاه بصلاية صغيرة ورغيف فينو واحد، البهار بتاعنا بصل بودر، ثوم بودر، فلفل اسود، ملح، بابريكا، ومعلقة من مركز او معجون صلصة طماطم، او معلقة من الكاتشب. كل دوت برضو على الكبة مرة واحدة حسب بقى القوة بتاعت الكبة بتاعتك، لو هي ضعيفة شوية فممكن افرم البصل والفينو الاول وبعد كده اخد الصدور بتاعت الفراخ. ممكن تعمليها بالشيش، وبحط معلقتين لثلاث معالق كبار من الزيت النباتي علشان يكون في حركة شوية في الكبة ويسهلوا الموضوع. فرق الصدور عن الوراك ان الوراك بتكون دسمة حبتين ثلاثة، فصراحة بتبقى ألذ، لكن بيبقى فيها نساير الدهنية ديت بتبقى سخيفة قوي في الفرق. هفرمها لغايه ما اعمل نفس العجينه المتماسكه كده اهوت من الصدور الفراخ والبصل والبهارات اللي احنا قلناها دي. هي كده معايا وادي بتاعه اللحمه، بحب اسيبهم في الثلاجه يوم بحلو، بغطي بنايلون ستريتش واسيبهم لتاني يوم. تاني يوم مجهزه معايا طبعا اللحمه هنا من فوق عشان باتت في الثلاجه عملت لون غير اللي تحت، بسيبهم في الثلاجه يوم زي ما قلت لكم، وبعد كده بجيب المكبس البرجر وابدا اشكل فيه. عندي المكبس بياخد قطعتين اتنين في نفس الوقت، وبعدين بحط بقى ايه لا نايلون استرتش او اكياس نايلون مفروده من بتاعه الثلاجه. طب لو مش متوفر هيكون غطا علبه هيحل نفس المحل دوت، بس حسب بقى الغطا بتاع البرطمان او العلبه اللي انت هتستخدميه سمكه قد ايه، على حسب سمكه هيطلع سمك البرجر بتاعك. انا عندي بيحبوه رفيع، ففكره غطا العلبه انه يطلع بالحجم دوت لا مش مناسبه بالنسبه لي. هخلص الكمية كلها سواء من الفراخ او اللحمة. الفراخ بس بنحتاج لها تجهيزة تانية، لان انت لو عايزاها مشوية خلاص ما فيهاش اي مشكلة خالص، لكن لو عايزاها مقلية زي ما انا ولادي بيحبوها مقلية فبعمل لها كفر بالبيض والبقسماط الاول قبل ما بقليها. اخلص الكمية كلها، وشرط اساس ان هي بتتحط في التلاجة برضو يوم على الاقل او 12 ساعة، وبعد كده ابدأ استخدمها. طبعا ما شاء الله نص كيلو ونص كيلو بيعملوا كميه حلوه تكفي، مثلا لو احنا في رمضان هنفطر ممكن تكفيني يومين للفطار او يوم فطار ويوم سحور. ده بقى شكل البرجر الفراخ وهو بيتقلي، وده برجر اللحمه. طبعا الريحه والطعم والنظافه والتوفير وكل حاجه تقدري تقوليها على الموضوع دوت، هما الاتنين في وقت واحد، لان عندي في شباب بياكلوا دوت وفي نوع تاني بياكلوا برجر اللحمه، وسبحان الله ده ما يحبش ده وده ما يحبش ده. وده شكله كده بقى في التقديم، مع خس مع الكاتشب مع الخيار المخلل، حاجه ولا اروع. الوصفه بقى الثالثه ديت اللي انا بعشقها حرفيا، وهي وصفه البسطرمه الاقتصاديه. وده نص كيلو من اللحمه المفرومه، معلقتين كبار من الدهن او اللي هي مبشورين بالمبشره ناعم جدا زي ما انتم شايفين، معلقه كبيره من الحلبه الحصى اللي بتتشرب، بنطحنها وبنعملها بالمصفى تبقى ناعمه جدا. لازم تتعمل بالمصفى عشان ما يكونش فيها اي حبيبات خشنه.
وبعد كده هحط بقى ثوم 10-15 فص ثوم كده حلوين، معلقة حلوة كده محترمة من الفلفل الاسود، الثوم البودر، البصل البودر، معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة حلوة كده برضو من البابريكا. ودي كده الخلطة بتاعتنا كلها. عايزة اقول لكم البسطرمة ديت ممكن تاكلوا منها في نفس اليوم الكمية، نص كيلو ديت هتعمل لك بسطرمة فعليا ممكن تكفيكي طول شهر رمضان وتكفيكي فترة طويلة، لان احنا كده كده بنعمل البسطرمة بالبيض ما بناخدش يعني ما بناخدش كمية كبيرة، لكن هي فرق عن انها عن بره، لا فرق رهيب. اللون حاجة اختيارية، لان احنا مع المادة الدهنية مع البهارات ديت لونها بيكون فاتح شوية، فلما بنحط اللون الاحمر زي ما انتم شايفين كده هو اللون الاحمر برضو ايه بيحسن من لونها شوية، لكن هي مسألة اختيارية. هعجنها بقى كده عشان اللون يتجانس معاها كلها بايدك بقى او بجلافز زي ما تحبي لغاية ما اوصل للون اللي انا عايزاه. بعد كده هاخدها وابدأ افردها في اكياس نايلون بس ملحوظة صغيرة، احنا بنفردها في الاكياس النايلون نحطه جوه الكيس حبة كده من الزيت صغيرين علشان تتفرد معاكي بكل سهولة، غير كده هتغلبك قوي وانتي بتفرديها بتبقى عاملة زي الحجرة. المادة الدهنية بقى مع اللحمة، اصلا بنستخدم لحمة بتكون دسمة فبتكون صعبة قوي قوي في الفرد، كل ما كانت رقيقة كل ما كانت احلى. شوفي احنا بنشتري البسطرمة من السوبر ماركت بتكون طبقات الشرايح بتاعتها رقيقة جدا جدا. خلصتي بقى الكمية بتاعتك، الكمية بتعمل زي ما قلت لكم كده ايه ممكن تاكلي منها في نفس اليوم، تقصقصيها بقى بالمقص تسيبيها لما تجمد وبعد كده تقطعيها زي ما تحبي. طبعا بنحتفظ بيها في التلاجة في الفريزر اكيد، وبتاخدي منها وتعملي بنفس الطريقة بتاعة عمل البسطرمة. تفرق في حاجة واحدة بس يا حبايبي، لو انا جيت عايزة استخدمها في حشوة جلاش او مع استخدمها مع بيتزا او استخدمها مع سمبوسك لازم اسويها الاول، لان دي لحمة نية. البسطرمة التانية بتكون اللحمة بتاعتها مستوية اللي هو بالتجفيف والتمليح وكده، لكن دي لحمة نية فلازم اسويها الاول بالطريقة دي زي ما انتم شايفين من الناحيتين اتنين في حتة زبدة صغيرة او سمنة او زيت وبعد كده استخدمها. وبرضو لو انا هعمل بيها بيض فانا لازم اشوحها الاول كده وبعد كده احط عليها البيض، وكده بقى عندك احلى طبق بسطرمة بالبيض 5 نجوم وبألف حنة. الوصفة الاخيرة بقى الببروني بتاع الفراخ، ودي ممتازة مع بيض او مع الحشوات بتاعة البيتزا مع حشوات الجلاش السمبوسك الحاجات دي كلها. وهناخد معلقتين كبار من زيت الزيتون او اي زيت نباتي، وحط عليهم معلقتين برضو من البابريكا، معلقة من البصل البودر، معلقة من الثوم البودر، حبة فلفل اسود. ان شاء الله كل المكونات ديت هتلاقوها بامر الله في صندوق الوصف، وحبة صغيرين من الكزبرة الناشفة، وهقلبهم كده. طبعا البابريكا كل ما كان نوعها حلو كل ما تديك نتيجة احلى، هقلبهم كده لغاية ما يتجانسوا تماما معايا. وكل اللي محتاجاه صدور فراخ، الافضل طبعا في الوصفة دي ان احنا نستخدم الصدور البانية. طب الملح معلش انا نسيت اقوله، نستخدم الصدور البانية مش الوراك، البانية هيكون ناعم ما فيهوش اي دهون او حاجة، مش هيكتل معايا خالص او يعمل عارفين كده عشان بتاعها تكون ناعمة قوي او مش عارفة اوصفها، بس هي عشان تكون ناعمة وسمبل على الاخر. الفلفل الاحمر الرومي بيزود الطعم بيخلي الطعم بتاعها جميل. ما كانش عندي فلفل احمر رومي اللي هو الفلفل الالوان ده، بس عندي قرن فلفل اخضر مائل للحمار فحطيته لانه غالب على لونه الاحمر. وهتضرب في الكبة ضربا مبرحا لغاية ما تنعم خالص. البابريكا عاملة شغل معايا حلو، وممكن كمان لو حطيتي لون طعام زي ما تحبي. هنفردها بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها البسطرمة، بس ديت هنسيبها برضو في الفريزر تجمد. البسطرمة كان ممكن من غير ما تجمد ان انا احط واشتغل بيها على طول، دي بقى لازم تجمد عشان اعرف اقصها اقصقصها كده حتت صغيرة، او تعمليها دواير زي ما تحبي. يعني عندك وقت انك ودماغ بقى انك تعمليها دواير واشكال براحتك، عايزة تقصيها بالمقص وتشتغلي بيها كده على طول برضو ايه براحتك زي ما تحبي، بس اهم حاجة ان احنا بنفرد الفردة الناعمة دي خالص. طبعا الفراخ غير اللحمة عشان ما فيهاش نسبة الدهون فبتتفرد بالايد بمنتهى السهولة، بسيبها تشمع في الفريزر قبل ما اقطعها، والموضوع ده ضروري. ممكن بعد كده تشيلي من عليها النايلون او تخليها بيه، انا بخليها بالنايلون زي ما هو، اللي بتشال من عليها النايلون خلاص مفيش مشكلة، وبحتفظ فيها في علبة في الفريزر بتقعد معايا فترة حلوة. كل ما بتخلص بتتعمل لان هي سهلة في التنفيذ وسهله في الاستخدام، فما بتاخدش مني وقت ولا مجهود ولا كده، وببقى عامله حسابي ان في حشوه جاهزه عندي لاي حاجه زي ما قلت لكم لسمبوسك لجلاش لاي حاجه.
طب لو انا عايزة اعملها بقى شكل مدور زي البيبروني والكيس وهو مفروض كده، هو بفتحه من الجنب بالسكينة وابدأ بقى بفنجال صغير او غطا برطمان اي حاجة، واعمل كده ايه تجويف مدور مدور كده، واحطها تاني في الفريزر شوية تمسك نفسها، وبعد كده ايه اطلعها بالراحة دي كده عشان تديني اللي هو الشكل المدور دوت. التسوية بتاعتها برضو اساسية قبل الاستخدام لو انا هستخدمها كأي نوع من انواع الحشو، ممكن كمان احطها في الفراير مش هتاخد مني وقت خالص، ممكن تتعمل ببيض بتبقى طعمها حلو زي العسل، تعمل لي تتاكل كده لوحدها في سندوتشات برضو طعمها حلو وجميل. الطريقة اللي تعجبك اعمليها بيها، بجد من الحاجات الحلوة لما تجربوها هتبقى ادمان بالنسبة لكم. ده كده شكلها بعد ما استوت. رمضان سعيد عليكم يا رب، اللهم امين، وكل عام وانتم بخير، ما تنسوناش من صالح دعواتكم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.